عليكم، معكم مصطفى أجدور. الناس كيعرفوني بولف من لحالة كينزو الموحدين من كازابلانكا المغرب. في الحقيقة أنا ما عارفش شنو طاري بين الهيبة كينزو ولحالة كينزو، حيت داكشي ديال الجينيراسيون القديمة، ولكن اللي كنعرف هو انهم كانوا جروب واحد، ومن بعد كل اختار المصير ديالو كيما كيقولوا. ولكن حنا دابا الجينيراسيون اللي طالعه حاولنا عاوتاني، من زعما ما كاين لا مشكل ما بيناتناش، مشاكل ولا بيناتنا زعما حقد ولا شي حاجه ولا كذا، كلنا خوت وكلنا بي بويز. وحنا الحمد لله دابا راه دايرين جروب جديد فيه انا ولينزو كرايسيس وبيكا وشام إديدا وسناف وسموت وكابور فروم تونيزيا، كلنا درنا جروب خرز جديد وسمينا الموحد. بديت في 2008، بديت في الزنقة في الشارع، واللي كنت كندير قبل يعني كنت كنعرف، كنت كندير شوية الكونفو، كنت كندير شوية السلطوات، ولكن داكشي كامل في الزنقة في الشارع كنشوف وكتشوف سميتو كتعلم وهذا كيعلمك وكذا، ماشي كتدخل شي نادي وكتدخل وكتعرف شنو تدير غير في الزنقة. البي بوي سان في المغرب عندنا دي بي بويز واعرين، عندنا دي دونسور واعرين، ولكن ما كاينينش دي زيفينمون بزاف، ما كاينينش دي كومبيتيسيون بزاف، حتى لي بي بويز ما بيناتهمش، ما كاين واحد الكونتاكت، ولكن ما كاينينش دوك لي زيفينمون دوك الحوايج اللي غادي يخليو لي دونسور بيناتهم يديروا واحد اليونيون ويعرفوا بعضياتهم مزيان ويتعلموا بعضياتهم. ولكن عندنا دي دونسور واعرين، ولكن عمر تحت لينا الفرصه باش هاد لي دونسور الواعرين وكذا انهم يخرجوا برا. هذا هو هادي البي بوي سان في المغرب. رمضان في المغرب ما صعيبش، صعيب غير اليومين الاولى اللي صعب، من بعد البادي ديالك كيولف، الكور ديالك كيولف. بالنسبه للنونطريما كيفاش النونطريما تنترينيو بحال اي بي بوي مغربي في رمضان، المهم تتبقى ناعس كتفيق كتخرج كتمشي للبحر تتريني في البحر تتجري في البحر دبيش كتجري في البحر كتريني وكذا، من بعد كتعوم وكذا كنرجعو كناكلو فطور. ابخي كاين اللي كيمشي كيصلي، كاين اللي كل شنو تيدير ابخي عابش، من بعد تمشيو تنترينيو عاوتاني في الليل. في رمضان لوكور ديالنا حنايا كدي بي بويز مزيان لينا حنايا، حيت الانرجي ديالك تتجي، لوكور ديالك تيكري الانرجي ديالو لراسو. من السفر ديالي ديك البلايص اللي سافرت ليهم وكدا تعلمت منهم بزاف ديال الحوايج وعرفت بزاف ديال الحوايج، حتى لي بات اللي حضرت ليهم انترناسيونال وكدا بدلوا لي النظرة ديالي اللي تنشوف على البريك اللي كنت كنعرف انا عمرك. بحال مثلا الاي بي اي العام اللي فات بالنسبة لي ماشي هي الاي بي اي هاد العام، العام اللي فات كنت يلا خديت اكسبيريونس، يلا بديت يلا كتعرف دي بي بويز، يلا كتشوف كتحاول انك كتشوف دوك لي بي بويز الكبار وكذا، ومازال مصدوم مازال ما عارفش شكون هو هذاك اللي واقف قدامك الى اخره. من بعد فاش كتبقى تاخذ الاكسبيريونس وكذا تبدا تعرف، كتبدا تعرف راسك اكثر، كتبدا تعرف انك خاصك تزيد تعطي في لادونس، انك ماشي خاصك غير تسافر وتحبس وكذا، خاصك انك تبين وتبين من المغرب ديالك ان بلادك حتى هي راه فيها فادي بي بويز وفادي دونسور واعرين الى اخره. وبالنسبه ليا السفر، السفر تخليك تعرف بزاف ديال الحوايج، تتسافر تتعرف ثقافات اخرين، تتعرف شنو الفرق ما بين وحدين اخرين وحنايا والى اخره، وكتزيد كتعرف راسك انت شكون. اي بي بوي خصو يحاول يجي للاي بي اي وكذا، علاش؟ حيت كيف ما واخا نقول بزاف ديال الحوايج الواحد ما غاديش يعرفهم حتى يجي لهنايا ويشوف، ديك الساعه غادي يعرفهم وغادي يفهم بزاف ديال الحوايج. بالنسبه ليا الاي بي اي بي ايفينمون كبير، خص اي واحد يحاول انه يجي ليه ويشوف ويبارتيسيبا فيه ويستافد وكذا، حيت الاي بي راه اكسبيريونس ديال عامين ولا ما نعرف ديال المطريمه.
كيفاش كنوجد الباطلات بالنسبه ليا كنحاول انني نركز نحاول نركز الباطل كامله تنحاول قبل من الباطل قبل مثلا نعدي الباطل قبل بشي ساعتين ولا ثلاثه السوايع تنحاول تنكونسونطرا غير مع راسي فهمتيني. وبالنسبه للماكله تنحاول نشرب الماء بزاف وناكل دي فخوي بزاف فواكه وكذا صافي. ريد بول بيسيون العام اللي فات كنت طلعت الفينال وخسرت حيت ما كانش عندي اكسبيريونس بزاف وكذا. من بعد هاد العام هذا حاولت انني نركز مزيان وحاولت انني نستافد من الاغلاط اللي كدرت وكذا وربحت الحمد لله. ولكن مازال الطريق طويله حيت مازال عندي البيسيون ديال لافريك وان شاء الله يكون خير. حنا دابا تنوجدو تنحاولو هكا تنسافر تناخدو ديز اكسبيريونس وكذا واللي واجد مزيان واللي حاول انه يركز مزيان وكذا هو اللي غادي يربح ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. كاع الدراري اللي كنعرف كاع صحابي الفاميلا ديالي خوتي خواتاتي كاع المغاربه كاملين وكاع العرب كاع الافارقه كاملين كنقول لكم الا بغيتوا ديروا شي حاجه راه ديروها في حياتكم. الا بغيتوا توصلوا لواحد لوبجيكتيف راكم غادي توصلوا ليه غير امنوا بداكشي اللي عندكم وتوكلوا على الله. هادشي اللي نقول لكم ولا كنتو كديروا شي حاجه من الداخل ديالكم خليكم ديما تديروها من الداخل ديالكم حيت هذيك الحاجه اللي تتبغيو هي اللي غتكملوا فيها وهي اللي غديروا فيها حياتكم من بعد الاخر.